مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم، إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأسبوع القادم. خلال الأسبوع القادم نتوقع ارتفاع قليل وتدريجي على درجات الحرارة. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية. أما الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد، يوم الأحد أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا، معدل درجة الحرارة العظمى في المناطق الشمالية بحدود 34 والصغرى 23، أما المناطق الوسطى معدل الحرارة العظمى 31 ومعدل الصغرى 20، والمرتفعات الجنوبية معدل الحرارة العظمى 28 ومعدل الصغرى 17. الأجواء حارة في الأغوار والبحر الميت، وأجواء حارة والعظمى المتوقعة بحدود 40-41 درجة مئوي، والصغرى بحدود 30 درجة مئوي. العقبة أجواء حارة، العظمى بحدود 40 والصغرى 29. البادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا 34-22، والبادية الشرقية أجواء حارة، العظمى المتوقعة 37 والصغرى 23 درجة مئوي. يوم الاثنين ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، أجواء حارة نسبيا في المناطق الشمالية، معدل الحرارة العظمى في المناطق الشمالية 35 ومعدل الصغرى 22، أما المناطق الوسطى والمرتفعات الوسطى معدل العظمى 32 ومعدل الصغرى 21. أجواء حارة نسبيا نهارا لكنها معتدلة ليلا. المرتفعات الجنوبية معدل العظمى 29 ومعدل الصغرى 19. الأغوار أجواء حارة، معدل الحرارة العظمى ما بين 40-41 ومعدل الصغرى بحدود 30 درجة مئوي. العقبة أجواء حارة، العظمى 41 والصغرى 29. البادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا 35-22، والبادية الشرقية أجواء حارة 38 العظمى والصغرى 23 درجة مئوية. يوم الثلاثاء استمرار الأجواء الحارة نسبيا، معدل الحرارة العظمى في المناطق الشمالية 35 ومعدل الصغرى 23. المناطق الوسطى معدل العظمى 31-32 ومعدل الصغرى بحدود 21، أما المناطق الجنوبية ومعدل العظمى 29 ومعدل الصغرى 19. الأغوار معدل العظمى بحدود 40-41 ومعدل الصغرى بحدود 30 درجة. الأغوار العقبة أجواء حارة، وأيضا 41 العظمى والصغرى 29. البادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا، العظمى 34 والصغرى 22، والبادية الشرقية أجواء حارة، العظمى 40 والصغرى 24 درجة مئوية. الأربعاء أيضا استمرار الأجواء الحارة نسبيا، تكون درجات الحرارة على من المعدل ما بين درجة إلى درجتين، معدل الحرارة العظمى في المناطق الشمالية 35 ومعدل الصغرى 22. المرتفعات الوسطى معدل العظمى بحدود 32-33 ومعدل الصغرى 21. المرتفعات الجنوبية معدل العظمى 29 ومعدل الصغرى 19. الأغوار أجواء حارة، معدل العظمى 40-41 ومعدل الصغرى بحدود 30 درجة مئوي. العقبة أجواء حارة 41-29، والبادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا 34-21، والبادية الشرقية أجواء حارة 39-23 درجة مئوي. يوم الخميس ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، أجواء حارة نسبيا إلى حارة في معظم مناطق المملكة، معدل الحرارة العظمى المتوقع في المناطق الشمالية 36 ومعدل الصغرى 23. المرتفعات الوسطى معدل العظمى 33-34 ومعدل الصغرى 23. أجواء حارة نسبيا إلى حارة. المرتفعات الجنوبية أجواء حارة نسبيا، معدل العظمى 30 والصغرى 20. الأغوار أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، معدل الحرارة ما بين 41-42 ومعدل الصغرى بحدود 31 درجة مئوي. العقبة أجواء حارة وشديدة الحرارة، العظمى المتوقعة 42 والصغرى 30. البادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا 35-23،
وأيضا البادية الشرقية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 41 إلى 26 درجة مئوية. يوم الجمعة أيضا استمرار الأجواء الحارة وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، على الأقل ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية. معدل الحرارة العظمى في المناطق الشمالية 36 ومعدل الصغرى 24. المناطق الوسطى أجواء حارة نسبيا إلى حارة، معدل العظمى 33 ومعدل الصغرى 24. المناطق الجنوبية معدل العظمى 30 والصغرى 20، أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا، والأغوار أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، معدل الحرارة العظمى بحدود 41-42 ومعدل الصغرى ما بين 30 إلى 31 درجة مئوي. العقبة أجواء حارة ومعدل العظمى 42 والصغرى 31. البادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة والعظمى 37 والصغرى 24. البادية الشرقية أجواء شديدة الحرارة والعظمى المتوقعة يوم الجمعة 41، بينما الصغرى المتوقعة 26 درجة مئوي. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.